الرئيس السيسي ورئيس جزر القمر يؤكدان أهمية تضافر الجهود من أجل تعزيز مسيرة الاستقرار والتنمية بالقارة وصون وحدة وسيادة دولها. الرئيس السيسي يشدد لوفد الكونغرس الأمريكي على رفض مصر لمحاولات تهجير الفلسطينيين ويطالب بالعمل على تجنب اتساع نطاق الصراع بالمنطقة. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يؤكد أن الدولة تسعى لإيصال الدعم إلى مستحقيه، مشيرا إلى أن دعم البطاقات التموينية بلغ 36 مليار جنيه. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقدير مصر لرئاسة جزر القمر للاتحاد الإفريقي وما شهدته من نشاط. جاء ذلك خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس جزر القمر غزالي عثماني، تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها وتوطيدها في مختلف المجالات في ضوء ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر وثيقة. وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تطرق أيضا للأوضاع في القارة الإفريقية في ضوء رئاسة جزر القمر للاتحاد الإفريقي، كما ناقش الزعيمان جهود إحلال السلام والأمن بالقارة الإفريقية، مؤكدين أهمية تضافر الجهود من أجل تعزيز مسيرة الاستقرار والتنمية بالقارة وصون وحدة وسيادة دولها على النحو الذي يحقق المصالح العليا لشعوبها. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيزيكيدي، الذي أعرب خلال الاتصال عن اعتزاز بلاده العميق بعلاقاتها الوثيقة مع مصر. كما توجه رئيس الكونغو الديمقراطية بالشكر على الدعم اللوجستي الذي قدمته مصر لإجراء العملية الانتخابية في الكونغو، مؤكدا أن هذا الدعم يعكس الدور المصري المستمر في مساندة أشقائها الأفارقة. من جانبه توجه الرئيس السيسي بالتهنئة للرئيس الكونغولي على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالطبع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر واليونان، مؤكدا حرص مصر على الاستمرار في دفع العلاقات إلى آفاق أرحب. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكس. أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الوزراء اليوناني أكد تطلع بلاده لمواصلة تعزيز وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين خلال الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي، مع الحرص على مواصلة التشاور وتنسيق المواقف إزاء التطورات المتلاحقة بمنطقتي شرق المتوسط وشرق الأوسط. كما تناول الاتصال الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، مشددا على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف معاناة الشعب الفلسطيني وإنقاذ من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة هو التسوية القائمة على العدل، بما يحقق الأمن الحقيقي لجميع شعوب المنطقة وينزع فتيل الأزمات والحروب. جاء ذلك خلال استقباله لوفد من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من مختلف اللجان بالكونغرس الأمريكي برئاسة السناتور جوني إرنست. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفداً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من مختلف اللجان بالكونغرس الأمريكي برئاسة السيدة السيناتور جوني إرنست، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية.
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد أهمية ومحورية الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، حيث أكد الوفد الأمريكي حرص الولايات المتحدة والكونغرس بصفة خاصة على تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين، إدراكاً لمكانة ودور مصر الإقليمي وجهودها الدؤوبة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً بين السيد الرئيس والوفد الأمريكي بشأن تطورات المشهد الإقليمي، لا سيما في قطاع غزة، حيث استعرض السيد الرئيس السياق العام للأوضاع الحالية، مشدداً على ضرورة العمل بجدية على تسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات المعتمدة، ومؤكداً أن الأولوية الراهنة تتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لمواجهة المأساة الإنسانية التي يواجهها أهالي القطاع، اتساقاً وتنفيذاً للقرارات الأممية ذات الصلة. كما شدد السيد الرئيس على رفض مصر التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. من جانبهم، أشاد أعضاء الوفد بالجهد والدور المقدر الذي تقوم به مصر على المسارين السياسي والإنساني، مستفسرين عن رؤية السيد الرئيس المستقبلية في هذا الصدد، حيث شدد سيادته على أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة هو التسوية القائمة على العدل، بما يحقق الأمن الحقيقي لجميع شعوب المنطقة وينزع فتيل الأزمات والحروب على هذا الصعيد. كما أكد السيد الرئيس أهمية العمل المكثف والمسؤول لتجنب عوامل اتساع نطاق الصراع في المنطقة، لما لذلك من تبعات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. أكدت وزارة الخارجية على ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على كامل أراضيها ومعارضتها لأية إجراءات من شأنها الافتئات وعلى السيادة الصومالية، مشددة على حق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده. وفي بيان لها أوضحت وزارة الخارجية أن مصر تقدر خطورة تزايد التحركات والإجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها والتي تقود من عوامل الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي وتزيد من حدة التوترات بين دولها في الوقت الذي تشهد فيه القارة الإفريقية زيادة في الصراعات والنزاعات التي تقتضي تكاتف الجهود من أجل احتوائها والتعامل مع تداعياتها بدلا من تأجيجها على نحو غير مسؤول. قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال إن الحكومة تنحاز إلى المواطن المصري البسيط في جميع إجراءاتها، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل فاتورة دعم الخبز والسولار والبترول في 216 مليار جنيه في العام المالي الحالي. وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أوضح مدبولي أن هذه المبالغ تشتمل على دعم الخبز ب91 مليار جنيه ودعم السولار ب90 مليار جنيه. هبدأ برغيف الخبز. إحنا كمصر كل يوم الصبح منذ الفجر لغاية قبل ما ننزل شغلنا، كل مواطن مصري آلاف المخازن بتشتغل عشان تخبز، أنا بتكلم هنا على الخبز المدعم، 275 مليون رغيف يوميا بيتخبزوا من الفجر أو ما قبل الفجر لغاية قبل ما ننزل الصبح بدري. ال 275 مليون رغيف يوميا لما نضربهم في 365 يوم هم 100 مليار رغيف في السنة. لغاية 21 كان تكلفة أو الدعم اللي الدولة مخصصاه لهذا الموضوع في حدود
الخمسين مليار أو أقل من 50 مليار. النهاردة إن إحنا ما خدناش قرار، ما زودناش كنا سعر العيش، النهاردة تكلفة فاتورة رغيف الخبز 91 مليار جنيه على الدولة. الشيء الثاني، إحنا كنا في 21 نهينا دعم المواد البترولية ولم يعد هناك عندنا دعم للسولار. طيب إيه الموقف النهاردة؟ النهاردة عشان برضو نبقى عارفين الأرقام كلنا ونبقى شايفينها قدامنا كمواطنين وعارفين، مصر بتستهلك سنوياً 18 مليار لتر سولار. حالياً كل لتر سولار المواطن المصري بياخده وبيستهلكه الدولة بتدعمه النهاردة بخمسة جنيه، يبقى دي 90 مليار جنيه الدولة النهاردة بتدعمها. يبقى الخبز 91، السولار 90. كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة اضطرت إلى زيادة أسعار متر الأنفاق والسكك الحديدية لضمان الحفاظ على الخدمة وتغطية تكلفة التشغيل والصيانة، وأضاف أن تكلفة التشغيل تأتي من التذاكر التي يدفعها المواطن والتي تساهم في ضمان استمرار هذه الخدمة بنفس الجودة إلى مدى زمني بعيد. هذا وأوضح أن الاقتصاد يقام بثلاثة مؤشرات وهي التضخم والنمو والبطالة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو وأقل تضخم وأقل نسبة بطالة حتى عام 2021. فالنهاردة لما بنضطر أن احنا نزود أسعار سواء المتر الأنفاق أو السكة الحديد فقط عشان أضمن أن أنا أحافظ على المرفق وأغطي تكلفة التشغيل والصيانة. طب هل الزيادات اللي احنا عملناها مؤخرا تغطي تكلفة التشغيل والصيانة؟ لا، لأن إحنا بقنا تقريبا 3 سنوات لم نقم بزيادات، لأن ده كان قرار آخر النهاردة خدناه عشان برضو نخفف من الأعباء على المواطن المصري. فبالتالي وأعتقد كل الاقتصاديين عارفين هذا الموضوع، عشان تضمن كفاءة واستمرار أداء خدمة معينة لازم على الأقل تغطي تكلفة التشغيل والصيانة. أنا بتكلم هنا على تكلفة التشغيل والصيانة. أوضح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن دعم الدولة للكهرباء خلال عام واحد وصل إلى 90 مليار جنيه. أشار خلال مؤتمر صحفي إلى أن وزارة الكهرباء تحاسب كل مواطن على مقدار ما يستهلكه بالوحدة مع زيادات التكلفة على الدولة، موضحا أن تكلفة الكيلو وات ساعة أصبحت 177 قرشا وقبل ذلك كان أقل بكثير. آخر أرقام الكهرباء كخسائر أو نقدر نقول كدعم اللي كان النهاردة مقرر واللي أعلنه السيد الوزير إن دعم الكهرباء وصل لتسعين مليار جنيه هذا العام فقط. 90 مليار جنيه، لما أجمع الخمس بنود اللي أنا قلتهم لحضراتكم إحنا بنتكلم على دعم 342 مليار جنيه مقابل من سنتين كان أقل من 100 مليار. أوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تسعى لوصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرا إلى دعم البطاقات التموينية ب 36 مليار جنيه. أوضح أن سعر أنبوبة البوتاجاز أصبح 200 جنيه على الدولة، وكل ما تم زيادته على المواطن هو 10 جنيهات فقط لتكون للمواطن ب 75 جنيها، مما يعني زيادة دعم البوتاجاز هذا العام. وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية تدعم خدمات كثيرة جدا للمواطنين، منها على سبيل المثال الخدمات الصحية، حيث بلغت فاتورة الأدوية التي تصرف مجانا للمواطنين في المستشفيات الحكومية 22 مليار جنيه. التموين، فاتورة التموين موجودة، والدعم التموين 36 مليار جنيه. البوتاجاز، أنبوبة البوتاجاز برضو عشان لحضراتكم الأرقام، مصر بتستهلك سنوياً 280 مليون أنبوبة بوتاجاز. 280 مليون أنبوبة بوتاجاز، التكلفة الفعلية للأنبوبة على الدولة 200 جنيه.
احنا بنبيعها ب 75. لما نشوف الفرق 125 جنيه، دول 35 مليار جنيه اخرى. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أخلص التهاني القلبية لجميع الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد. وأعرب رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة عن تمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على شعبنا العظيم بالخير والسلام في ظل مناخ تسوده المحبة والمودة. تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بتهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد، جاء ذلك في مستهل الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث عبر رئيس مجلس النواب عن أمنيته للوطن بدوام الاستقرار والازدهار. كما قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب التهنئة إلى قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد الميلاد المجيد بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية. خلال هذا اللقاء أكد رئيس مجلس النواب أن الكنيسة المصرية هي كنيسة وطنية ولها قدسية تاريخية، معربا عن خالص تقديره لقداسة البابا توادروس كقامة مصرية وطنية تحظى بثقة واحترام الشعب المصري ومشهود لها بمواقفها الوطنية. من جانبه أعرب البابا توادروس عن خالص امتنانه لرئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق بهذه الزيارة الكريمة التي تعبر عن روح المحبة والسلام بين أبناء الوطن. كما تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق بخالص التهاني إلى قداسة البابا توادروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية والأخوة المسيحيين شركاء الوطن بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وكان عبد الرازق قد توجه للكاتدرائية المرقصية بالعباسية لتهنئة البابا توادروس بعيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يعيد الأعياد على مصرنا الحبيبة والعالم على ما أجمع بالخير والسلام والأمن والاستقرار. استقبل البابا توادروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية. رحب البابا بضيوفه متمنيا لهم أن يكون العام الجديد مليئا بالخيرات والبركات. وقدم شيخ الأزهر التهنئة بمناسبة بدء العام الجديد وعيد الميلاد المجيد متمنيا للبابا ولجميع المسيحيين المصريين أياما مباركة. بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للبابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، متمنيا أن يحفظ الله مصر لتبقى منارة تهدي البشرية من خلال قيم الحق والتسامح والوسطية والاعتدال. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لكل من رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندري زكي والأنبا إبراهيم إسحاق سدراك بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد، معربا عن أطيب أمنياته بدوام رفعة واستقرار مصر. كما هنأ جميع رجال الشرطة المسيحيين بتلك المناسبة. استقبل رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندريا زكي رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي إسكندر، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. أكد رئيس الطائفة الإنجيلية على الروابط العميقة التي تجمع المصريين، مضيفا أن رسالة الميلاد تحمل للإنسانية الأمل والفرح والسلام. من جانبه أكد رئيس المحكمة الدستورية على أهمية دور الطائفة الإنجيلية الوطني و على مساهمتها الفعالة في خدمة المصريين.
إلى الملف الفلسطيني، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 22,313 شهيدا وقرابة 57,296 مصابا. كما أوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 128 شهيدا فضلا عن 261 مصابة خلال 24 ساعة الماضية. هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن الغارات والقصف المدفعي المكثف على أنحاء متفرقة من قطاع غزة لليوم 89 على التوالي. واصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحام عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، ففي محافظة الخليل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة دورا وداهمت عددا من المنازل واعتقلت عددا من الفلسطينيين. وفي شمال القدس المحتلة أطلقت قوات الاحتلال الرصاصة وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينيين في بلدة الرام، مما أدى لإصابة عدد منهم. كما اقتحمت قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال مدينة طول كرم ومخيم نور شمس شرق المدينة وسط تحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء المدينة وضواحيها ومخيماتها على ارتفاع منخفض. قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، قال إنه بحث مع نظيره الإسرائيلي إسرائيل كاتس كيفية تعاون البلدين لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة والتوصل لوقف إطلاق نار. وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أضاف كاميرون أنه يتعين بذل مزيد من الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ويتعين على إسرائيل السماح بدخول مزيد من الإمدادات بشكل كبير للحد من مخاطر الجوع والمرض. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين فجر اليوم إثر تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة تمركزت وسط وجنوب القطاع بالتزامن مع شن أحزمة نارية. كما دمرت طائرات الاحتلال عددا من أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات وقصفت محيط شارع 20 في المخيم. بلا مأوى ولا طعام ولا ماء، بلا حياة كالحياة، هكذا يعيش النازحون الفلسطينيون في رفح، وكأن العالم أدار ظهره محاولا طرد هذا الشعب من ذاكرته، إلا أن قدرته الهائلة على الصمود صارت معجزة حالت دون أن ينساه العالم أو يتناساه، حال أمسى وأضحى عليه سكان غزة المنهكون وعيونهم تتوق إلى انتهاء الحرب التي دخلت أسبوعها 14 دون بوادر حل في الأفق، بينما يسود وضع إنساني كارثي في القطاع المحاصر الذي يناهز عدد سكانه 2.4 مليون نسمة، واضطر 85% منهم إلى الفرار من منازلهم وفقاً للأمم المتحدة. وبينما لا يزال العالم يحتفل بالألعاب النارية التي أضاءت سماواته احتفالاً بالعام الجديد، كانت الصواريخ والقنابل تحيل ليل غزة جحيماً وتجبر الفلسطينيين على النزوح من مكان لآخر، تطاردهم وتقنصهم آلة الحرب الإسرائيلية المتوحشة في رحلتهم وفي شتاتهم داخل أراضيهم،
وهم على ذلك يعانون الجوع ويصطفون طوابير تحمل طناجر تنتظر الفتات الذي قد يجيء أو لا يجيء، لينام الأطفال على بطون خاوية بسبب نقص كمية المساعدات المقدمة الضرورية والعاجلة التي لا تزال محدودة وتواجه عقبات لوجستية عدة وضعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتحكم قبضتها على الشعب الأعزل. رغم النداءات والاستغاثات والرفض الشعبي العالمي لعمليات التجويع الممنهج والنزوح القسري للفلسطينيين، يقف الشعب صاحب الأرض صامداً في مواجهة المذابح والجوع والعطش، رافضاً أن يترك أرضه، مفضلاً أن ينتصر أو يموت عليها. قامت جمعية الهلال الأحمر المصري بمحافظة بورسعيد بتعبئة شاحنة مساعدات مقدمة لأهالي قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع أهالي محافظة بورسعيد وجماهير النادي المصري. أوضحت جمعية الهلال الأحمر المصري ببورسعيد أن هذه هي الشاحنة العاشرة التي يتم تقديمها من محافظة بورسعيد لدعم أهالينا في فلسطين، ومستمرون في تقديم المساعدات تأكيدا على الدور الداعم من الدولة المصرية للقضية الفلسطينية. المتطوعين الأول بيقوموا بفرز برضو الكراتين، بيقوموا بفرز المصنفات، بنعمل داتا ليها، وبعد شحناها هتروح بإذن الله على العريش. فاتورة رقم 10، وإن شاء الله توصل لهم زي ما وصل ليهم اللي قبل كده، ونتمنى يفضل خط الإمداد موجود مستمر نقدر إن احنا نمد بيه لحد ما الأزمة إن شاء الله تعدي وتمر بسلام. احنا النهاردة عندنا القافلة دي بالتعاون مع جماهير النادي المصري، بتحتوي على مواد غذائية، أكل، فول، مية، جبن، وفيها ملابس حريمي رجالي وأطفال، وكمان فيها أكفان، وفي بعض الأدوية اللي يحتاجها إخواتنا وأهلينا في غزة. نظمت نقابة الصحفيين لقاء صحفيا مع وزير الثقافة الفلسطيني الكاتب والروائي الدكتور عاطف أبو سيف بعد عودته من غزة ومعايشته ل83 يوما من العدوان. وأشار نقيب الصحفيين خالد البلشي أن هناك استهدافا كبيرا للصحفيين وأسرهم، وهو ما يكشف مخاوف قوات الاحتلال الإسرائيلي من نقل الرواية الفلسطينية أمام العالم أجمع، لكن صمود الصحفيين داخل غزة تاريخي ونجح في كشف الحقائق أمام الجميع. النهاردة وصلنا لما يقرب من 23,000 شهيد، إن احنا حجم الضحايا اقترب من 100,000. دي أرقام ربما إلى هناك عالم بنصف ضمير أو بربع ضمير، يعني لانقلبت الدنيا كلها الآن في قطاعنا اللي احنا بنتكلم عليه، واللي انا دائما اكون حريص على انه لازم يكون حاضر اللي هو الصحافه. نحن امام جريمه حرب هي الاكبر في التاريخ الانساني الحديث. الصمت الذي يتحلى به المجتمع الدولي وعجز المنظم وعجز التنظيم الدولي والمؤسسات الدوليه عن اتخاذ مواقف حازمه ورادعه بحق دوله الاحتلال هو ما يشجع الاحتلال على استمرار في مذابح وفي عدوان وفي، لانه كمان مرة في القضايا الأخلاقية الصمت خيانة أو الحياد خيانة بصفة، وبالتالي من يصمت عن هذه الجرائم فهو هو يصطف بالفطرة بالضرورة مع المجرم على ضفة الخطأ من نهر التاريخ، ضفة المجرمين وضفة لم يعتدل الإعلام الغربي في طرحه لعدالة القضية الفلسطينية أو على الأقل لرصد هذه التجاوزات بحق الإنسانية التي تتم في فلسطين، وإنما دور القوى الناعمة هو الذي كان له فضل كبير بعد دماء الشهداء
الفضل الأول والأخير لدماء الشهداء ولكل ما بذل على أرض فلسطين من معاناة، لكل من استشهد ولكل من صمد على هذه الأرض ولكل من عانى. ولكن أيضا يأتي بعد هذا الجهد الكبير جهد الإعلاميين الذين استطاعوا رصد هذا الصمود الكبير، ومن ثم وهنا الخطوة التي تحتاج وإحنا في حرم النقابة الصحفيين تكريسها أكثر وأكثر. وقبل أن أذهب إليها لابد أن أشيد بالدور العظيم الذي قام به الصحفيون المصريون. نشرتنا متواصلة نتابع فيها. لبنان يبدأ تحركات دبلوماسية لمساندة مسعى لاستصدار قرار عن مجلس الأمن بإدانة الجرائم الإسرائيلية. بحث الرئيس الكيني ويليام روتو وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الجهود الدبلوماسية الرامية لإجراء مفاوضات سلام بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. جاء ذلك خلال زيارة قائد قوات الدعم السريع إلى كينيا في محطة جديدة ضمن جولته في شرق إفريقيا. وقال دقلو إن المناقشات مع روتو ركزت على آخر التطورات في السودان ودراسة الأسباب الجذرية للصراع وإيجاد حلول لتخفيف الأزمة الراهنة في البلاد، مضيفا أنه عرض استراتيجية لوقف الأعمال العدائية وبدء المفاوضات للتوصل إلى حل شامل. أكدت وزارة الخارجية اللبنانية أن مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك والقائمين بأعمال سفارتي لبنان في واشنطن وباريس أجروا اتصالات دبلوماسية في دول اعتمادهم للتعبير عن احتجاج لبنان الشديد على العدوان الإسرائيلي على حي سكني في الضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت. وحث الدبلوماسيون اللبنانيون الأطراف المعنية على ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وخروقاتها المستمرة والمتصاعدة للسيادة اللبنانية ولقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006. وفي بيان له أوضحت الخارجية اللبنانية أنه تم التجديد على الجهود اللبنانية الرامية لتجنب اتساع الحرب في المنطقة، خاصة وأن لبنان يعول على دور الأصدقاء من أجل مساندة لبنان في مسعاه لاستصدار قرار عن مجلس الأمن بإدانة الجرائم الإسرائيلية. أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن حدث اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري يعد جريمة كبيرة وخطيرة لا يمكن السكوت عليها. وأضاف نصر الله خلال خطابه التلفزيوني أن أحداث 7 أكتوبر أعادت إحياء القضية الفلسطينية في العالم، مشيرا إلى أن ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة يعتبر تحديا للعالم ومخالفا للقرارات الدولية. كما لفت إلى أن الحرب مع لبنان ستكون مكلفة وباهظة بالنسبة لإسرائيل، ومشددا على أن ما تقوم به إسرائيل لن يمكنها من تحقيق أهدافها. قتل أكثر من 100 شخص جراء انفجارين وقعا بفارق دقائق في جنوب إيران، واستهدفا حشودا كانت تحيي الذكرى السنوية الرابعة لمقتل قاسم سليماني. وتوعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي برد قاس على الهجومين الإرهابيين معلنا الخميس يوم حداد وطني. هذا وندد كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالهجومين وتم اعتبارهما كعمل إرهابي.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، قال إن الولايات المتحدة لا تزال قلقة للغاية من احتمال انتشار الصراع في غزة إلى جبهة أخرى بعد مقتل صالح العروري القيادي في حركة حماس. أضاف ميلر أن واشنطن لم تتلقى إشعارا مسبقا بالضربة. كما أكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ليست ضالعة في انفجاري إيران ولا سببا للاعتقاد بتورط إسرائيل. أعلن مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن نيكولاي دي ريفيير أن المجلس سيجتمع اليوم لبحث الملاحة بالبحر الأحمر. ووصف المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة وضع الملاحة في البحر الأحمر بالسيء، مشيرا إلى أن هناك تكرارا للانتهاكات وللأعمال العسكرية في هذه المنطقة. We will confirm this, but I think the أصدرت الولايات المتحدة وأحدى عشرة دولة أخرى بيانا مشتركا جددت خلاله الدعوة إلى إنهاء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. وذكر البيت الأبيض أن البيان دعا إلى الإنهاء الفوري لهذه الهجمات غير القانونية والإفراج عن السفن والطواقم المحتجزة بشكل غير قانوني. وحمل البيان قوات الحوثي مسؤولية العواقب إذا استمرت في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحرجة في المنطقة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إعادة 248 عسكريا روسيا أسيرا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف بعد مفاوضات معقدة. وفي بيان لها قالت الوزارة إنه تم تقديم المساعدة الطبية والنفسية اللازمة لجميع الأفراد العسكريين الروس المحررين. وأضافت أن طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الجوية الروسية ستقوم بنقل العسكريين لتلقي العلاج وإعادة تأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع. وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية. كما شهدت الجلسة الموافقة النهائية على مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين التي تم مناقشته في الشهر الماضي. برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد مجلس النواب جلسة جديدة لاستكمال نظر مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله. وخلال الجلسة قرر المجلس إحالة 29 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات. وشهدت الجلسة الموافقة النهائية للمجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية. الموافقة على مشروع القانون في مجموعه يتفضل برفع يدي. موافق. الموافق من حضراتكم على مشروع القانون نهائيا يتفضل برفع يدي. موافق. حيث إنه قد توفرت الأغلبية اللازمة للموافقة على مشروع القانون نهائياً، لذا أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائياً. إحنا النهاردة قدام مشروع قانون لازم مجلس النواب كله يتفق عليه بدون أي اختلافات، مع كامل احترامنا لكل الأوجه المواطنية المختلفة والغيورة من السادة النواب، لكن أنا عندي في مادة القانون وعندي في التعديلات اللي بشكر اللجنة على إظهارها كل نقاط القوة اللي تضمن لي في الآخر سلامة الأراضي المصرية بدون المساس بالأمن القومي المصري. بوافق على القانون. كما شهدت الجلسة الموافقة النهائية على مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين
الذي تم مناقشته في الشهر الماضي. وخلال الجلسة وافق المجلس على القرار الجمهوري رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبر كسعر فائدة المرجعي واستبداله بالسوفر. يبقى النهاردة لما أنا بقترض، بس بقترض مقابل ضمانة بديها للبنك، سند على الحكومة، سند حكومة أمريكية، سند خزانة أمريكية، وده مضمون من الحكومة، مضمون من الحكومة. إذن سعر الفايدة اللي هو الجديد بقى مش الليبر، السوفر بالأف ده مضمون، مفهوش كمان تلاعب لأن مفيش عنصر بشر بيتدخل فيه. هذا وقد رفع المستشار الدكتور حنفي جبال الجلسة العامة لمجلس النواب على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 14 من شهر يناير الجاري. وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أشاد عدد من النواب بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية. النهاردة موضوع مهم أيضا خاص بتعديل قانون يعني الأراضي الصحراوية، علشان طبعا يبقى في مزيد من الاستثمارات. يمكن احنا امبارح كنا بنتكلم على مشروع قانون خاص بالهيدروجين الأخضر وتحويل مصر إلى يعني دولة إقليمية هامة جدا في هذه المشروعات، فبالتالي احنا بنتكلم النهاردة على تعديلات خاصة بجذب استثمارات، خاصة بفتح وتهيئة المناخ لبيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، أيضا يعني فتح فرص عمل بعد كوفيد. احنا كلنا شايفين ان كل دول العالم بتتجه، كل دولة بإعطاء المزيد من الحوافز من أجل ان هي تزود استثمارات، فكون ان مصر تراجع التشريعات والحكومة تراجعها وان تقوم بالتعديلات التي من شأنها ان تسهل وتمنح كثير من التسهيلات مع وجود اطمئنان كامل والحفاظ على الأمن القومي، لان المادة 2 من القانون بتنص على أن هناك إجراءات وقواعد منصوص عليها في إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية. لهذا وافقنا على مشروع هذا القانون لأهميته للدولة المصرية في الفترة الحالية. القانون ده في غاية الأهمية في شأن تشجيع الاستثمار. الجميع يعلم أن احنا عندنا أراضي صحراوية يمكن مساحات كبيرة جدا، فكان في أن احنا بنفكر أن احنا إزاي نشجع الاستثمار، وخاصة الاستثمار اللي هو جاي من خارج مصر، وده ليه عوامل كبيرة جدا، منها ان احنا بنستصلح الاراضي، بيبقى في توفير للسلع، لان في مشكلة في السلع الغذائية على مستوى العالم، فلازم يبقى في تفكير في دفع الاقتصاد المصري. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا بعنوان حلم المواطنة والوحدة الوطنية يصبح واقعا يعيشه المصريون بفضل دولة 30 من يونيو. وأبرز تقرير رؤية المؤسسات الدولية ووسائل الإعلام الأجنبية لملف المواطنة في مصر، حيث أشارت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية إلى مواصلة التحسن للحرية الدينية في مصر، فضلا عن الاستمرار في تقديم مبادرات لتعزيز التسامح الديني. من جانبها أكدت خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه منصبه وهو يدعو إلى مزيد من التعايش والوحدة الوطنية. We'll be right back.
شهدت المنظومة التعليمية في مصر طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث زاد عدد الجامعات لاستيعاب العدد المتزايد على التعليم الجامعي لتتوفر الآن 20 جامعة أهلية. وساهم الدعم الهائل الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء الجامعات الأهلية في إنجاز منشآتها وفي تجهيزها بأحدث الوسائط التكنولوجية لتقديم تجربة فريدة ولتحسين جودة العملية التعليمية. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا دكتورة ريم بهجة رئيسة جامعة مصر للمعلوماتية. أهلا بك معنا دكتورة، كل عام أنت بخير. بداية، ما نقاط الارتكاز الأساسية التي اعتمدت عليها الدولة المصرية لدعم العملية التعليمية لدعم جودة التعليم؟ شكرا لحضرتك على الدعوة الكريمة. طبعا التعليم زي ما حضرتك تفضلتي قلتي من أهم الركائز لبناء الإنسان المصري، فده مهم جدا والدولة مهتمة بيه جدا. التعليم العالي حصل تنوع كبير وعدد ضخم من بناء للجامعات المصرية سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة أو الدولية، يعني الأهلية زي ما حضرتك تفضلتي قلتي دلوقتي في 20 جامعة أهلية، أحدهم اللي هي جامعة مصر للمعلوماتية، وكان الغرض منها هو التنوع في هذه الجامعات، الحفاظ على تعليم متميز. والتعليم المتميز بيجي من خلال اللي هو إنشاء البرامج التعليمية أو توفير برامج تعليمية على مستوى عالي من الجودة بالاتفاق والتعاون مع جامعات، مع كبرى الجامعات الدولية، وده بيحصل مثلا على مستوى جامعة مصر للمعلوماتية. بالفعل حصل اتفاق مع كبرى الجامعات الدولية وكان في التوافق بين المناهج بتاعتنا والمناهج بتاعتهم. كمان التنوع في الجامعات والغرض منها، يعني جامعة مصر المعلوماتية هي جامعة تخصصية في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولهذا أنشأتنا أو مؤسسنا هو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، هي جامعة في التخصصات اللي مطلوبة لسوق العمل المحلي والدولي. جانب منه اللي هو الاهتمام بالتعليم، والجانب الآخر هو اهتمام بأن الخريج يكون مؤهل لسوق العمل، وده اهتمت بيه الدولة جدا على مستوى الجامعات كلها، وبالتالي اتفاقيات دايما مع الشركات القطاع حسب طبعا التخصصات المختلفة في الجامعات، والشركات دي بتبقى جزء من التدريب للطالب، جزء من ان هي تشترك حتى في الجانب العملي للطالب في معاملنا او في التدريب المختلف المتنوع، والحقيقه شراكات باشكال مختلفه. طيب دكتوره، من فضلك، يعني الى اي مدى الجامعات المصريه الان تعتمد على فكره الوسائط التكنولوجيه في الدراسه في التدريب، يعني في مختلف المهام التي تقوم بها؟ ده حقيقي، لأن الجامعات الحديثة كلها هي بنقول إن هي جامعات ذكية، جامعات مبنية بفكر إن هي استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في جميع المهام بتاعتها، فمش بس التدريس بيكون في هذه التخصصات زي عندنا،
إنما استخدام التكنولوجيا، يعني أنا ممكن هدي مثال عندنا إني مثلا لو طلبة مش موجودين فهم ممكن بيبقى بيتسجل لهم المحاضرات، ممكن بيدخلوا من خلال الفيديو كونفرنس، ممكن بيدخلوا بأونلاين كورسز بشكل متنوع. فطبعا التكنولوجيا داخلة حضرتك في كل حاجة. الجامعات دي جامعات مجهزة بأحدث التجهيزات اللي تستخدم في العملية التعليمية بحيث أنها تخليها عملية يستفيد منها الطالب جدا. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتورة ريم بهجة رئيسة جامعة مصر المعلوماتية. الآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال. محمد عبد الله يوافينا بالتفاصيل، اهلا بك محمد. اهلا بك نهى وشكرا دينا. الى اخبار المال والاعمال، اخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. اهلا بكم. شهد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات باسل رحمي توقيع عقدين بين الجهاز وشركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر بمبلغ 160 مليون جنيه. وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن توقيع هذه العقود يأتي كبداية لتنفيذ خطة عمل الجهاز خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن هذه العقود ستقوم بتمويل حوالي 6400 عميل بكافة المحافظات، ومضيفا أن الجهاز يسعى لإتاحة التمويلات اللازمة للشباب والمرأة للبدء في مشروعاتهم الخاصة. حقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 عائدا بنسبة 70.53% بنهاية عام 2023، وهو الأعلى منذ عدة سنوات، مع ارتفاع عدد العملاء بأكثر من 30 ألف عميل خلال العام. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوي لحصاد البورصة المصرية خلال عام 2023. وخلال ذات العام كانت مؤشرات البورصة المصرية في الصدارة مقارنة بالعديد من المؤشرات العالمية والإقليمية، وسجل العائد التراكمي على مؤشر السوق الرئيسي خلال الخمس سنوات الماضية 91%. على جميع مقاييس حجم التعامل وقيمة التعامل وعدد العملاء وعدد العمليات كلها حققت أرقام تاريخية وقيمة تاريخية لم تحدث من قبل، وده بيؤكد على الثقة الكبيرة لجموع المواطنين في البورصة المصرية كأداة للاستثمار والادخار، خاصة فئة الشباب اللي بدأوا يتواجدوا في البورصة المصرية بصورة أفضل بكتير من السنوات السابقة. تحقيق قمم تاريخية بيعكس ثقة المواطن في برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تقوم به الحكومة من تطوير وخطط تستهدف النمو الاقتصادي بطريقة أفضل. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال التعاملات وسط استمرار المخاوف بشأن اضطرابات الشحن في البحر الأحمر وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الأجل لمزيج برنت بحوالي 1.33% لتبلغ 77 دولارا و22 سنتا للبرميل. كذلك قفزت العقود الأجل للخام الأمريكي بنحو 1.27% لتبلغ 71 دولارا و65 سنتا للبرميل. وصعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.49% لتبلغ دولارين و57 سنتا للتر. وفي المقابل ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.83% لتبلغ دولارين و69 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكدت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك مجدداً التزام الدول الأعضاء في المنظمة والتحالف الدول المنتجة من خارج المنظمة أوبك بلس التزامهما الكامل بالحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية من خلال المضي قدماً في إعلان التعاون المبرم بينهما في العاشر من ديسمبر 2016. وذكرت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أن الجهود الاستثنائية التي بذلتها الدول الأعضاء في أوبك وأوبك بلس والمشاركة في إعلان التعاون واضحة وتكمن في دعم الاقتصاد العالمي للتغلب على العديد من التحديات التي شهدتها السنوات الماضية بما في ذلك جائحة كورونا، فضلا عن ضمان استقرار أسعار النفط.
أظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم في تركيا بنسبة 64.77% على أساس سنوي في ديسمبر، ليواصل مسار الصعود المتوقع استمراره خلال الأشهر المقبلة بعد الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور. وعلى أساس شهري بلغ التضخم 2.93% وفقا لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة بنحو 3.28% في نوفمبر. وبدأ التضخم في التراجع على أساس شهري في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع سياسة التجديد النقدي. وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في البلاد بنسبة 1.14% على أساس شهري في ديسمبر و 44.22% على أساس سنوي. نهاية أخبار الاقتصاد من جديد، أعود إلى نهى ودينا. شكرا جزيلا لك عبدالله. ازداد عدد المهاجرين غير القانونيين الذين دخلوا إسبانيا العام الماضي بنسبة 82.1% مقارنة بعام 2022 إلى نحو 57 ألف شخص بعد وصول أعداد قياسية إلى أرخبيل الكناري بحسب أرقام أولية نشرتها وزارة الداخلية. هذا الرقم السنوي هو الأعلى منذ عام 2018 عندما تجاوز 64 ألف مهاجر إلى البلاد التي تعد إحدى البوابات الرئيسية لأوروبا مع إيطاليا واليونان. وترجع وتعود هذه الزيادة الكبيرة المسجلة في 2023 بشكل أساسي إلى تدفق نحو 40 ألف مهاجر إلى جزر الكناري الواقعة في المحيط الأطلسي قبالة الساحل الشمالي الغربي لإفريقيا، وهو رقم يزيد بنسبة 154.5% مقارنة بعام 2022، ويتجاوز الرقم القياسي السابق لعام 2006. طعن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بقرار ولاية ماين لمنعه من خوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية 2024. وجاء ذلك على خلفية رفض الوزيرة الديمقراطية المسؤولة عن تنظيم الانتخابات في الولاية لترشح ترامب باعتباره ليس أهلا لتولي المنصب على حد تعبيرها، استنادا لتورطه في أحداث اقتحام الكونغرس في يناير 2021 وبما يخالف الدستور الأمريكية. وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. هذه الوقفة أيضا محمد عبد الله، تفضل. شكرا لها، شكرا لينا. إلى أحوال الطقس وأبرز درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، بارد على باقي الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 21-14، الإسكندرية 21-13، مطروح 21-11، بورسعيد 21-12، الإسماعيلية 22-13، وإلى السويس 22-12، العريش 21-11، طابة 22-14، شرم الشيخ 25-17، والغردقة 25-16، إلى الأقصر 24-10، أسوان 25-11، الوادي الجديد 23-10، وشلاتين 26-18، وحلايب 25-19. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.
وتظل اللقطة الأبرز حتى مع حلول العام الجديد بالأراضي الفلسطينية، وهذه المرة بجباليا شمال قطاع غزة. نهاية نشرتنا إلى عناوينها. الرئيس السيسي ورئيس جزر القمر يؤكدان أهمية تضافر الجهود من أجل تعزيز مسيرة الاستقرار والتنمية بالقارة وصون وحدة وسيادة دولها. الرئيس السيسي يشدد لوفد الكونغرس الأمريكي على رفض مصر لمحاولات تهجير الفلسطينيين، ويطالب بالعمل على تجنب اتساع نطاق الصراع في المنطقة. رئيس الوزراء يؤكد أن الدولة تسعى لوصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرا إلى أن دعم البطاقات التموينية بلغ 36 مليار جنيه. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال متواصلا مع هدير أبو زيد. مساء الخير يا هدير. مساء الخير يا دينا. كل سنة وانت طيبة. وانتوا طيبين يا رب، عام سعيد على الدنيا يا رب. يا هدير يبقى عام سعيد مليء كده بالاستقرار، بالسلام، بالإنسانية اللي بنحلم بيها. يعني فعلا العام اللي فات كان صعب علينا كلنا حقيقة. عالم صعب على البشرية كلها. صحيح صحيح. ويمكن حقيقة أنه 2024 برضو إحنا من امبارح وإحنا بنتابع أحداث في لبنان وإيران، ويعني حرائق في اليابان اللي صحيح. بيحصل برضو واضح أن إحنا يعني بداية مستمرين. صعبة للعام الجديد. واضح. والنهاردة كمان أعتقد بعد اغتيال العروري في جنوب لبنان، أعتقد أنه هيبقى في تعقيدات أكتر، في تصاعد أكتر حقيقي يا دينا. يعني أعتقد أنه داخلين على سيناريوهات محتملة كثيرة في يعني الحرب على قطاع غزة. صحيح. يمكن كمان مسألة اتساع رقعة الصراع والتأثيرات والارتدادات الإقليمية اللي ممكن تكون نتيجة لما يحدث دلوقتي، يمكن ده الشغل الشاغل للعالم كله حقيقي. أنا بشكركم. ربنا يوفقك إن شاء الله النهاردة في الحلقة وهنتابعها إن شاء الله. أشكرك يا دينا. أشكرك. كل التوفيق مع نشرة التاسعة. شكرا لكم. تفضلي.